وصل صباح اليوم 306 من الرعايا الجزائريين إلى مطارية الجزائر الدولي هواري بومدين في رحلة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، وهذا وفق مخطط تم على أساسه نقلهم من مطار رفيق الحريري ببيروت نحو مطار القاهرة الدولي عبر رحلتين تم تسخيرهما خصيصا لهذه العملية حسب بيان لوزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، والذي أكد توفير كافة الوسائل والإمكانات اللازمة لإنجاح العملية والسماح لأبناء جاليتنا من العودة إلى أرض الوطن في أحسن الظروف، مضيفا أن الجزائر تأمل وبصدق في أن تشهد الأوضاع في كل من فلسطين ولبنان انفراجا قريبا، وأن يعود الأمن والاستقرار إلى ربوع هذه المناطق العزيزة على كل الجزائريين. للإشارة تعتبر هذه العملية الثانية من نوعها بعد تلك التي تمت خلال شهر أوت الماضي، حيث تم إجلاء أكثر من 125 مواطنا جزائريا. الحمد لله، أنا لبنانية، زوجي جزائري، مقيم في الجزائر مع بناتي. الحمد لله، يعني دولة الجزائر اهتمت فينا. إجلاء على الجزائر، كنا بوضع مرعب، يعني وضع لا يوصف، يعني يخافوا البلاد بزاف. نشكر الطاقم الجزائري، السفارة الجزائرية اللي دائما تسأل علينا بالمساعدات. الحمد لله العودة، ورانا الطاقم تاع راجيرية يعني يطلعوا فينا ما شاء الله، والحمد لله كي لحقنا بخير على خير. الشعب الجزائري والرئيس دائما قلبه معنا، عارف كيف؟ مع انه صعوبة كثير، الخروج من لبنان صعوبة كثير. في هذا المقام لا يسعني إلا أن أعرب عن الشكر الجزيل لوزارة النقل والخطوط الجوية الجزائرية الذين استجابوا في ظرف قصير جدا لهذا الطلب، ووضعوا تحت وسخروا رحلة في زمن قياسي لإجلاء أبناء الجالية.